مخجولة إني أهبط لأنه صار زلمة، بس كل ما أتذكر أول كلمة يمه بعود بتذكر إنه هو لسه صغير بنظري. أوجاعي مرئية، مش ما في داعي إني أحكي عنها، غير أوجاعي من ناحية المشاعر، الأحاسيس، الشوق للأهل، بس هي ضريبة السجن للسجين سجنه. ثلاث صار تعرضوا لأشياء بتنشافش. من وقت ما صار الإشاء يعني، وأول يوم اعتقلوا أخذوا البنت على الزنزانة مرح بكير، وتتالت السحب على الزنزانة أسيرات أخريات، ولكن في نفس اليوم الأول اللي هو تم رش الغاز فيه للأسيرات، رشوا الغاز في غرفة مجاورة لغرفتي، ويوميها صار عندي التهاب رئوي. أنا من أسبوع وجاي لما صدري ارتاح.